بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال: فإن خفتم أيشتد الخوف وتواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما تقدم، فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا رجالا أو ركبانا. والرجال جمع راجل، والراجل الكائن على رجليه واقفا كان أو ماشيا. والركبان جمع راكب، وأكثر ما يقال لراكب الإبل بدون إضافة، والأمر للوجوب. قال الزركشي: لا تسقط الصلاة حال المسايفة والتحام الحرب بلا نزاع، ولا يجوز تأخيرها إن لم تكن الأولى من المجموعتين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذا في حال المقاتلة، في حال الخوف، يخاف الفئة الإسلامية تخاف من الكفار أن يغيرون عليهم وهم في صلاتهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة رضي الله عنهم صلاة الظهر، فصف معه كل من معه من المسلمين صفوا في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى المشركون صلاتهم على هذه الصفة فتأسفوا، حيث لم يغيروا على المسلمين حال صلاتهم، وقال واحد منهم: إن أمامهم صلاة هي أحب إليهم من أولادهم وآبائهم وأموالهم، فإذا بدأوا فيها أغرنا عليهم إغارة رجل واحد فنلنا منهم ما نريد. يعنون بذلك صلاة العصر. فنزل جبريل عليه السلام بصلاة الخوف تشريعا لهذه الأمة، لأن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تواطؤ عليه الكفار، ويعلم رغبتهم في القضاء على المسلمين، ويعلم جل وعلا كل ما يدور بين الناس، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا نزل بصلاة الخوف بين الظهر والعصر، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فصلى بهم صلاة الخوف صلاة العصر،
فأسقط في أيدي الكفار لما رأوا فريقا من المسلمين واقف أمامهم بسلاحهم ويعرفون أنهم لا طاقة لهم بالجهاد الإسلامي، لا طاقة لهم بالجندي المسلم، لأن المقاتل في سبيل الله يبذل نفسه رخيصة لإعلاء كلمة الله، أما هم فيخافون من القتال لأن مآلهم إلى النار والعياذ بالله، يقاتلون حمية أو جاهلية أو يقاتلون من أجل البقاء في هذه الحياة أو غير ذلك من الأغراض، كلها لا تنفعهم. فالواحد من المسلمين يغلب العشرة من الكفار بسهولة ويسر. فخافوا من المسلمين وأسقط في أيديهم ولم يتحركوا بأي حركة. وهذه صلاة الخوف التي شرعها الله جل وعلا لعباده، وعلينا أن نعلم أن صلاة الخوف لا تصح إلا إذا كان المسلمون يقاتلون الكفار، أما إذا كان المسلمون يقاتلون بعضهم بعضا فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف، لأنهم كلهم مخطئون. من رفع السلاح في وجه المسلم فالقاتل والمقتول في النار. الفتنة ما يكون فيه جهاد، الفتنة ما يكون القاتل شهيدا والمقتول شهيدا، لا، القاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل معلوم، لكن فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالفتنة بين المسلمين لا تعتبر جهادا في سبيل الله إلا إذا فأبغت فئة على المجموعة فأذن الله جل وعلا في قتال الباغي، وإن طائفتان من المسلمين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ترجع. فقتال المسلم للكافر حق وفي سبيل الله، قتال المسلم للباغي مأذون فيه شرعا، قتال المسلم للمسلم بدون بغي ولا عدوان فهذا لا يجوز. ثم أذن الله جل وعلا في الصلاة حالة القتال والضرب بالسيوف رجالا أو ركبانا، اضرب الكافر وقل الله أكبر، واضربه وقل سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وأنت تصلي اضربه وقل الله أكبر ولا تسجد على الأرض، لأنك إذا سجدت قضى عليك، لكن خليك واقف، سبحان ربي الأعلى وأنت واقف. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يكونوا فقهاء علماء في صلاتهم، لأن هي أهم ما يملك المسلم، أهم الدين وأعظمه بعد شهادة أن لا إله إلا الله
الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يتهاون بها ولا أن يتساهل بها. فإن خفتم من صلاة شبه صلاة الخوف المعلومة صف وصف، إذا اختلط الحابل بالنابل واختلط القتال فعلى كل واحد أن يقاتل ويركع ويسجد ويقاتل الكفار وفي صلاته، متى؟ إذا خاف أن يخرج الوقت قبل صلاته. إذا كانت الصلاة مجموعة مع ما بعدها فنعم تجمع ما بعدها، تغلى بعد ما ينتهي القتال. إذا كانت الصلاة لا يسوق جمعها مع ما بعدها فيجب على المسلم أن يصلي قبل خروج الوقت. مثلا إذا كان القتال بعد العصر فيجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى قبل المغرب بقليل، فإذا كادت الشمس أن تغرب ما يجوز له أن يؤخر. إذا كانت الصلاة بدأت بغلس قبل الفجر فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى طلوع الشمس صلاة الفجر، وإنما يصليها قبل طلوع الفجر على حالته التي يستطيعها، أي شد الخوف وتواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما تقدم، ما أمكن يفرقون على ما تقدم إذا كان الفريقان متقابلان ولا أحد يمدد على الآخر، إذا كانوا في السعة. لكن إذا التحموا لا، يصلي المرء راجلا وراكبا. فرجالا يعني صلوا وإن كنتم على أرجلكم ماشين متحركين تكرون وتفرون، أو ركبانا على بعيركم أو على سيوف أو على خيلكم أو على سياراتكم أو على دباباتكم أو على أي وسيلة قتال تقاتلون عليها، صل لا تخلي صلاتك. فرجالا أو ركبانا، تصح الصلاة والمرء على السيارة أو على الدبابة أو على المدفع أو على كذا أو على كذا. رجالا غم راجل يعني راجل على رجليه، وركبانا جمع راكب على شيء ما. والركبان غالبا ركاب الإبل، إذا كان الراكب على البعير يقال هؤلاء راكب أو ركبانا إذا كانوا جماعة. والأمر في قوله فرجالا أو ركبانا هذا للوجوب، يجب على المرء أن لا يؤخر الصلاة، يحرم عليه أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. قال الزركشي رحمه الله من أئمة العلماء من أئمة الفقهاء: لا تسقط الصلاة حال المسايفة، المسايفة الضرب بالسيوف، يعني يكون الفريقين يتضاربون قتال في سبيل الله، حال المسايفة والتحام الحرب بلا نزاع، يعني لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. إن لم تكن الأولى من المجموعتين، إذا كان القتال في حال واحدة من الصلاتين
وهي تجمع مع بعدها فيؤخرها إلى ما بعدها، لو أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت العصر، ولو أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء. لكن إذا كانت الصلاة ما تجمع فلا يجوز أن يؤخرها حتى يخرج الوقت. إذا كانت صلاة العصر مثلا لا يجوز أن يؤخرها إلى الغروب، إذا كانت صلاة الفجر لا يجوز أن يؤخرها حتى تطلع الشمس، صلاة الظهر يجوز أن يؤخرها إلى وقت العصر، وقت العصر يؤخره إلى قبيل المغرب. نعم. وعن سهل ابن أبي حثمة بن ساعدة الأوسي الأنصاري ولد سنة 33 روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة وتوفي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية أن طائفة سهل بن ساعدة رضي الله عنه هذا الذي تزوج 15 وهو كلهن جميع واجتمعا أكثر نساؤه في وليمة 9 اجتمعا في وليمة وهو معزوم مع الرجال، فوقفنا له بالباب المطلقات من قبله 9 كيف حالك يا أبا ما هو سهل أبا يعني سموه باسم كنيته، نساؤه التي طلقهن 9 تطلقهن واجتمع هو وإياهم في دعوة عزيمة رجال ونساء، فوقفنا له بالباب يسلمنا عليه رضي الله عنه، يعني كان حسن المعاملة مع النساء حتى التي طلقهن يسلمنا عليه. نعم. وهو من شباب الصحابة رضي الله عنهم، هو صحابي لكنه من صغار الصحابة، إنما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 7 رضي الله عنه، عمره 7 لأنه ولد في 33 والهجرة أقام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 10 7 رضي الله عنه. نعم. أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفت معه يوم ذات الرقاع في صلاة الخوف بأرض غطفان، قال ابن القيم هي قبل الخندق، وطائفة وجاها بكسر الواو أي تجاه العدو، وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفت معه يوم ذات الرقاع في صلاة الخوف بأرض غطفان، أرض بنيت بلاد أهل غطفان، وهذه 33 يعني في سنة ولادته، لكن ما كان هو قرني معهم، ويخبر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف في تلك السنة، وإلا ما كان هو يقاتل معهم لأنه ولد تلك السنة، ولد 33 أن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفت معه يوم ذات الرقاع، ذات الرقاع هذه حرب حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يقابلهم غطفان بادية من بوادي نجد،
قاتلوا بذات الرقاع. ذات الرقاع قيل لشدة البرد، تشققت أرجلهم رضي الله عنهم، أكثرهم ما معه حذاء، واللي معه حذاء ما تكفيه، فلفوا على أرجلهم الخرق عن الشراب والحذيان، وما يملكون شراب ولا حذيان رضي الله عنهم، فلفوا على أرجلهم خرق علشان تقيهم البرد الشديد، برد نجد شديد ويضر الرجلين لأنه بارد وحاف ما في رطوبة تلطف الجو، فلفوا على أرجلهم الخرق الرقاع، الرقعة الخرقة يعني، عن البرد الشديد رضي الله عنهم، يقاتلون الأعداء وهم لا يملكون لا حذاء ولا شراب ولا أكل، حتى الأكل قليل جدا عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل سمي ذات الرقاع لأنهم قاتلوا في أرض فيها شجيرات صغيرات بيض كأنهن خرق، اللي يشوفه من بعد يقول وش هالخرق هذه المنثورة هنا، وهي شجر، شجر سمى ذات الرقاع، وهي قبل الخندق، لأن الخندق أو بعد قبل الخندق، يعني هي قبل سنة ثلاث من أول الخندق في سنة خمس، وهي قبل الخندق. وطائفة وجاه العدو، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد الصلاة، أول ما أراد صلاة الخوف علمه جبريل عليه السلام، فقسم المجاهدين في سبيل الله إلى قسمين، قسم يصلي مع الرسول، وقسم خلاهم واجه للعدو، وجوههم تجاه العدو، لأن القبلة، لأن العدو في غير القبلة، إذا كان العدو في القبلة مثلا فالمسألة أخف، دبرهم الرسول دبرة أخرى ستأتي إن شاء الله. وأما إذا كان في غير القبلة فما يصلح، أن المسلمين كلهم يستقبلون القبلة والعدو خلفهم يغير عليهم ويأكلهم. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقتسموا، أن يقسموا أنفسهم قسمين، نصف يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام صفا، ونصف يصلون وجاه العدو معهم سلاحهم، رافعين السلاح يخوفون العدو علشان ما يقربون منهم. طائفة صلت مع النبي وطائفة تجاه العدو. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كل واحد من المسلمين يريد أن يصلي خلف النبي، ما يرضى أنه يصلي خلف غيره والنبي موجود عليه الصلاة والسلام، فكان صف مع النبي والصف الآخر وراء ما هو يصلي وادف بنحر العدو. فصلى بالطائفة الأولى ركعة، كبر وقرأ ركعة وسجد، لما سجد وقام انتظر عليه الصلاة والسلام قائم، فالمسلمون الذين يصلون خلفه انفصلوا عنه، انفردوا عن الصلاة وكملوا صلاتهم عجلين، كملوا ركعة ثانية مع الركعة التي يدركهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صلاة السفر ركعتان. فسلموا لأنفسهم، كل واحد صلى ركعة وهو عجل وسلم لنفسه وراح. وين راح؟ للفئة التي واجهت في نحل العدو. لما اكتملوا وصفوا تجاه العدو جاء الذين لم يصلوا وصفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظرهم في القراءة، ما استعجل.
فركع عليه الصلاة والسلام وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم بعد السجود الثانية جلس للتشهد عليه الصلاة والسلام. الصحابة الذين معه قاموا لأن باجي عليهم ركعة، ولا يحبون يقضون مع النبي، يحبون يصلون مع النبي، فقاموا وصلوا ركعة وحدهم وتشاهدوا. فلما اكتملوا بالتشهد سلم عليه الصلاة والسلام وسلموا معه، فقسم صلاته صلى الله عليه وسلم بين الفئتين الطائفتين. الأولى كبرت معه تكبيرة الإحرام وأدركت الركعة الأولى معه، الثانية أدركت الركعة الثانية معه وسلم بهم. الفئة الأولى أدركوا الركعة الأولى معه، والفئة الثانية حصلوا السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا كان العدو في جهة القبلة، هذه صلاة الخوف، معلوم هذا؟ يعني الجماعة الأولى صلوا مع الرسول خلف القبلة الجهة ديها القبلة، الفئة الثانية ما دخلوا في الصلاة وقفوا وراء يجهى العدو لا يقيل عليهم من الخلف. فلما كملوا صلاة الأولى، الفئة الأولى كملوا ركعتين، ركعة مع النبي وركعة وفصلوا عنه، فذهبوا ووقفوا تجاه العدو، فجاء الذين مع اللي تجاه العدو وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا الركعة الثانية وآخر التشهد، تشهدوا معه وسلم بهم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام تحراهم في الركعة الثانية، فكانت الركعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم أطول من الركعة الأولى بكثير، لأن انتظر لما صلوا الفئة الأولى كملوا صلاتهم وذهبوا، ربما يكون العدو يعني الجماعة بعيدين يذهبون ويسلمون النوبة عن الرابطين، ثم يأتي أولئك ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصلاة وسلم بهم. فكبر تكبيرة الإحرام بالفئة الأولى وسلم بالفئة الثانية، وكل فئة أدركت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: هي قبل الخندق، وطائفة وجاها بكسر الواو اتجاه العدو، وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لأن ما يمكن يصلون كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسول خلفهم أو على يمينهم وعلى شمالهم. يمكن الصورة الثانية إذا صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كلهم إذا كان العدو جهة القبلة يشوفون وهم يصلون. نعم. فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت قبل وجاه العدو فصفت معه صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. تختلف صلاة الجماعة إذا كان في حال الأمن عن صلاة الخوف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية هؤلاء انتظرهم، لو تشاهد وسلم سلم قبل يلحقونه، لكن انتظرهم حتى لحقوه وتشاهدوا وسلم بهم،
طول التشهد بالنسبة للفئة الثانية وطول الركعة الثانية بالنسبة للركعة بالنسبة للفئتين الأولى كملوا صلاتهم والثانية جاءوا ولاحقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية. واختار الشافعي وأحمد وغيرهما حديث سهل واختار الشافعي وأحمد وغيرهما حديث سهل لكونه أشبه بكتاب الله وأحوط للصلاة من حيث أنه لا يكثر فيها العمل وأحوط لأمر الحرب وأنكى للعدو. وقال مالك ذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. اختار الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهم هذه الصفة في صلاة الخوف إذا كان الإمام العدو إذا كان العدو في غير جهة القبلة، لأنها بالنسبة للصلوات كما تقدم لنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحة صلاة الخوف من 7 صور أو 6 صور. صلاة الخوف ثبتت من عدة طرق، لكن هذه أحسنها. لما؟ لأن هذه الفئة التي تجاه العدو تنتظر حتى تأتيها الفئة الثانية وتستلم مكانها، والفئة الثانية تذهب وتصلي مع النبي وتكمل صلاتها قبل أن يسلم النبي، والأولى الفئة الأولى ما تذهب إلا وقد أكملت صلاتها، لأن في بعض صور صلاة الخوف أنهم يصلوا الركعة ويذهبون بدون سلام، يصلون الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون بدون سلام ويسلمون تجاه العدو وهم في صلاتهم. لكن هذه الطريقة حديث سهل أوضح وأسهل وأبين وأقرب إلى تطبيق كلام الله جل وعلا. وهذه الصلاة لا يكثر فيها الحركة، لا يكثر فيها الحركة، لأن الواحد منهم ما ينصرف لما يكمل صلاته. أما الصور الثانية ففيها انصراف عن الصلاة والسلام تجاه العدو قبل أن يكمل صلاته. واختار الشافعي وأحمد واختار الشافعي وأحمد وغيرهما حديث سهل لكونه أشبه بكتاب الله وأحوط للصلاة من حيث أنه لا يكثر فيها العمل وأحوط لأمر الحرب وأنكى للعدو. أنكى للعدو أشد ضرر على العدو وتخويف له، لأن العدو إذا شاف المسلمين كذا يخاف، يقول هذولا وشولوا واجفين تذا، هذولا واجفين بحوركم أيها الأعداء، متى ما تقدمتوا يبيعون بكم يبدون بكم، فيخاف العدو. ما يقول أجي على غرة، لا، ما عنده غرة المسلم، وجه العدو واضح، شاهر سلاحه، مشحل بعيونه، ينظر العدو، إذا تحرك العدو أغار عليهم. رضي الله عن الصحابة أجمعين. نعم، أنكال العدو. وقال مالك ذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. في صلاة الخوف، لأنه سمع مالك رحمه الله صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صور، عدة صور كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أحسنها، وخاصة إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة. وهذه
هذه القصة. وهذه القصة واضحة، وقد ذهب إليها جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث الجليل. يعني هذه القصة حديث سهل موافق للقرآن الكريم، وأخذ بها الصحابة رضي الله عنهم أكثر ما أخذوا بهذه القصة إذا كانوا يقاتلون العدو. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يطبقون هذه الطريقة، صلاة ذات الرقاع، صلاة ذات الرقاع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جايهم من جهة المدينة من جهة مكة، والعدو خلفهم، معناه أنه إذا صلوا تجاه مكة صار العدو خلفهم فقد يغير عليهم فيترصد له، وهؤلاء يمنعونه. لقوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وهذه الكيفية أقرب إلى موافقة المعتاد من الصلوات في تقليل الأفعال المنافية للصلاة ولمتابعة الإمام. هذه الطريقة والصفة أقرب شيء متابعة للإمام. ولهما عن ابن عمر نحوه، ولفظه قال: غزوت مع رسول الله. لهما عن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر حاضر، أما سهل رضي الله عنه فلم يكن حاضر، لكن روى عن الصحابة الذين حضروا. وهذا ابن عمر يقول: صليت. ولفظه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. قبل نجد، غزا مع الرسول قبل نجد لغطفان. قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، ويحتمل أنهم أتموا في حالة واحدة، والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة جاز للإمام أن يصلي بواحد والثالث يحرس ثم يصلي مع الإمام. هذه الرواية التي روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قريبة من الأولى، محتملة أنها مثله ومحتمل أنها تخالفها، لقوله: فصاففناهم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فتقدمت طائفة معه. تقدمت طائفة، نصفهم تقدموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، وأقبلت طائفة على العدو فركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا. يحتمل هذا احتمالين: أنهم انصرفوا بعدما صلوا الركعة وسجدوا سجدتين، انصرفوا تجاه العدو وخلوا بقية صلاتهم باقية، ذمتهم الصلاة لأنهم ما كملوها، فسجدوا فسجد بهم سجدتين ثم انصرفوا. ويحتمل أنهم انصرفوا لما كملوا صلاتهم، حديث عبد الله بن عمر محتمل أنهم كملوا صلاتهم قبل أن ينصرفوا، ومحتمل أنهم أكملوا ذهبوا إلى جهة العدو قبل أن يكملوا صلاتهم، ويحتمل أنهم تموا في حالة واحدة والطائفة تطلق. يعني يجوز أنهم
صلوا الطائفة الأولى صلى والركعة الأولى قبل أن ينصرفوا وانصرفوا، وصلوا الركعة الثانية يحتمل أنهم بعدما انصرفوا ويحتمل أنهم قبل أن ينصرفوا. واضح؟ واضح ولا لا؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، علمونا الأصل مو واضح، علمونا، لأن ما هب على المعتاد. لا، صلاة الخوف تختلف عن صلاة الأمن كثير. حديث عبد الله بن عمر يختلف عن حديث سهل، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمل، ما فصل لنا تفصيل دقيق. قال انفصلوا فرقتين، حديث عبد الله بن عمر، فرقة صفت مع الرسول وفرقة وقفت تجاه العدو، ثم صلى بالذين معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرف الفئة الأولى، انصرفوا تجاه العدو، فيحتمل أنهم انصرفوا بعدما كملوا صلاتهم، ويحتمل أنهم لم ينصرفوا إلا بعدما كملوا صلاتهم، انصرفوا قبل أن يكملوا صلاتهم. ثم جاءت الطائفة الثانية فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، فكملوا صلاتهم. يحتمل أنهم كملوا صلاتهم في مكانهم، ويحتمل أنهم ذهبوا إلى جماعتهم الآخرين وكملوا هناك، ويحتمل أنهم كملوا جماعة جميع، ويحتمل أنهم صلوا فرادى بقية صلاتهم، في احتمالات كثيرة. وهكذا صلاة الخوف أن على الإمام أن يقسم الجماعة فريقين، فريق يصلي بهم ركعة وفريق تجاه العدو، ثم ينصرف الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى، ويأتي أولئك ويصلون معه الركعة الثانية، فيحتمل أن الذين انصرفوا من الركعة الأولى بعدما كملوا صلاتهم انصرفوا، ويحتمل أنهم انصرفوا قبل أن يكملوا صلاتهم. وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة قبل أن يكمل الفئة الثانية صلاتهم، تختلف عن صلاة سهل. سهل ما حضر الصلاة، لكن سهل روى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعبد الله بن عمر حضر الصلاة، لكنها في احتمالات أن الفئة الأولى والثانية كملوا أول، ويحتمل أنهم لم يكملوا إلا بعدما ذهبوا إلى تجاه العدو، ويحتمل أنها صلاتين، لأن صلاة الخوف تعددت مع النبي صلى الله عليه وسلم، رويت من وجوه متعددة، وهي تعددت مواقعها، قد يكون العدو تجاه القبلة وقد يكون في غير اتجاه القبلة. وهذه رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه. ولهما عن جابر صلى بكل طائفة ركعتين، ولفظه أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. هذه رواية أخرى عن جابر، وجابر رضي الله عنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة ذات الرقاع ما هي صلاة واحدة، صلاة غزوة، يعني يحتمل أنها أيام متعددة، يحتمل ما هي ليس صلاة واحدة، ولا اختلفت الآن. ابن عمر يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع،
وجابر يقول صلينا ذات الرقاع، وأسهل يقول صلينا ما صلى الصحابة مع ذات في ذات الرقاع. فذات الرقاع غزوة كثيرة يعني طالت مدتها، فيحتمل أنه صلى بهؤلاء ويحتمل أنه صلى بكل طائفة ركعتين، وصلى هو عليه الصلاة والسلام 4 ركعات والمسلمون صلوا كل طائفة مع النبي 2 ركعتين. ولمسلم عنه عن جابر رضي الله عنه سيأتينا هذا إن شاء الله. ولذا كلما صحت صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها العلماء رحمهم الله، لأنها ما دامت صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة بالاتفاق، ويحتمل أن الصلاة هذه غير الصلاة تلك وهذه غير تلك، أن صفة صلاة الخوف متعددة. لا يجوز لنا أيها الإخوة أن نتكلم فيما دار بين الصحابة رضي الله عنهم، ما يتكلم بهذا إلا مغرض يريد الفتنة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم خيار، والصحابة رضي الله عنهم مجتهدون، وهم ليسوا معصومين لكنهم مجتهدين، فلا يجوز لنا أن ندخل فيما بينهم. كما قال بعض السلف أولئك طهر الله سيوفنا من دمائهم، فيجب علينا أن نحفظ ألسنتنا عن الخوض فيهم. ما دار بين الصحابة رضي الله عنهم موضع إشكال، وهم مجتهدون رضي الله عنهم، ولهم حسنات كثيرة وسيئاتهم قليلة، ما حصل منهم فهم معذورون بالنسبة لنا، والله جل وعلا يتولى أمرهم. فلا يجوز لنا أن ننقب ونبحث مثل بعض الأسئلة اللي عندي هذه ما أراد بها صاحبها إلا الشر، ما يجوز لنا أن نبحث فيها. ما دار بين الصحابة ما يجوز لنا أن نقول فيها شيء، يقول هم أدرى بذلك وهم مجتهدون وهم أعلم منا وأورع منا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يجوز لنا أن نخطئ أو نقول هؤلاء كذا أو هؤلاء في النار أو نحو ذلك، لا، هذا ما يجوز لنا. هذه بعض أسئلة تثير الفتنة ما أحب أن أقرأها عليكم. وأكثرهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنهم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يشهد لأحد بالجنة وهو من أهل النار أبد، ما يكون، ما يمكن أبد أن يشهد لعلي رضي الله عنه بالجنة ثم يكون من أهل النار، أو يشهد لطلحة أو للزبير رضي الله عنه بالجنة ويكون من أهل النار، لا، يكون هذا بتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي ما يدري، لا، ما يجوز لنا ذلك، هذا خطأ. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يتزوج من خالة زوجته والزوجة على قيد الحياة؟ لا يجوز للمرء أن يجمع بين امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها، لا يجوز هذا، فلا يتزوج خالة زوجته ولا بنت أخ زوجته.